بالدوري ما قعد احتياطي. فقمت اسخن سعيد الجدي تعور في دماغه راح واخد غرز الملعب. المهم جيت اقوم اسخن لقيت الجمهور من ورايا بتاعي بتاع الزمالك اقعد ايه ده وعشان واصله وعشان ياكن وعشان الكابتن ياكن حسين بالظبط كده. بس لسه ما شافكش في الملعب. لسه ما شافنيش حد في الملعب خالص. يعني لسه اول مشاركه ليا كانت مباراه ايه يا كابتن؟ كانت مباراه المحله. محل المهم على ارض. المهم رحت ايه لقيت الهجوم عليا شديد قوي فرحت قاعد وحزنت من نفسي كده ويمكن يعني بكيت شويه. لقيت الكابتن ابو رجيله بيبعتني بيقعدني بره القصه. دلوقتي الهجوم كان شديد قوي فقعدنا 5 ماتشات بره التشكيل يعني قعدت لغايه الماتش السادس. وإذ بالكابتن ابو رجيله بيحطني هو احمد رفعت في ماتش صعب جدا في بورسعيد على مسعد نور. ده بدايه يعني بداية اول صعبة بدايه في بورسعيد وسط جماهير بورسعيد ووسط جماهير بورسعيد وهتلعب على نجم كبير الكابتن مسعد نور الله يرحمه. حاجه غير طبيعيه لعيب من الطراز العالي قوي يا حسام. المهم ابراهيم يوسف قعدنا الله يرحمه قعد يشرح لي بالليل الساعه 12 بيقول لي على خبر ان انا هشارك. قعدنا طول الليل لغايه العشاء انا ما اعرفش ان انا احتياطي. المهم راح الكابتن ابراهيم يوسف قال لي انت هتلعب وقلت له الماتش ده والجماهير دي والدنيا وانتوا عايزين تخلصوا عليا. المهم نزلت الماتش واتكلت على ربنا وكسبنا 1-0 وكان عملت ماتش عالمي. الجماهير لما رجعنا في الاتوبيس بدات تعرف اسم هشام ياكن. لا انا عايز اقول لك بقى رجوعنا في الاتوبيس لغايه ما وصلنا النادي كان جوه النادي اكتر من 30-40 الف مشجع زملكاوي جم النادي يوميها. انت عارف الجماهير كانت ساعتها بتتواجد ماتشات وتدخل النادي والدنيا سهله النادي والكلام ده. النادي كله مليان على الاخر واصلين بالليل لعيبه الزمالك كلنا اللي نزل بالسكه واللي نزل يوميها. انت كملت نادي الزمالك؟ انا وكملت لغايه نادي الزمالك. فاستنوا كل اللعيبه حيوهم وبتاع وبرافو وما اعرفش ايه والكلام ده. اول ما نزلت شالوني ودخلوني لغايه النادي جوه يا كان يا كان يا كان. وكان ده اللقاء الاولاني. اول مكافاه خدتها كان من نادي الزمالك مع اول مباراه رسميه. والله ما فاكر بس يعني في الحدود ال 30 جنيه 50 جنيه يعني حاجه زي. وعملت يومي وقتها؟ لا يا ما طبعا فرحت جدا بس طبعا مع الدرجه الاولى لكن انا عايز اقول لك ان تاني ماتش كان ماتش ايه؟ في الدوري كان ماتش مين؟ اهلي وزمالك. يعني تتخيل تلعب ماتش بورسعيد وتقعد 3 ماتشات ما لحقتش تفرح داخل على اهلي وزمالك. ادخل على الماتش اهلي وزمالك طبعا قدامي نجوم كبيره جدا بتاع ده وانت عارف الماتش والجماهير وطبعا نازل الملعب مرعوب. انا كنت مرعوب اول مره بقى احس برهبه اللاعب للجماهير سواء من الجماهير هنا او من الجماهير هنا. لكن الناس كلها بقى قال لك مين هشام ياكن ده لسه يعني لاعب اكيد. كان طهرب وزيد بقى ساعتها موجود وكابتن محمود الخطيب ومجموعه لعيب مصطفى عبده وشيف عبد المنعم زي ما الزمالك نجوم الاهلي نجوم. ماتش تقيل يعني ماتش تقيل جدا وهتلعب على المجموعه دي. قدرت العب طبعا وعملت مباراه رائعه حلو دخلت بيها المنتخب بعد المباراه دي. بالظبط بعد المباراه دي دخلت المنتخب وكسبنا 1-0 وانا اللي كنت عامل الجون ده لايمن يونس. كابتن ايمن يونس اديت الكره انا اديتها له اسيست راح واخدها وراح شايطها في اكرامي جت جون.